عاد بأكثر خطورة. فيروس كورونا المستجد يشهد منحا تصاعدي مقلق في الأسابيع الأخيرة، حيث تعرف المستشفيات توافدا كبيرا لعدد المصابين. فهنا بمصلحة كوفيد 19 بالمؤسسة الاشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران، الكثير من الحالات في مرحلة حرجة جدا. راكم تشوفوا بعينكم، هي لا غير ميديكال، هنا رانا دايرين بوست عغية كما راك تشوف، مالاد راه بالفياني ودي ساتوري، اللي قلع سيرفيلونس 24 ساعة. تبان لهم هذا المرض ماشي عاطينه أهمية، عايشين حياتهم عادي، تكلي ما كان والو، مي هذا غلطة راهم يديروا فيها كبيرة، مطفرة غير في الشوابين مساكين اللي عنده والديه اللي يستحفظ عليهم. باسكو واحد اللي يكون صغير ويكون يخرج برا قادر هو نقولها لهم ونعاودوها لهم، يكون عنده كورونا فيروس، يكون حامل للفيروس، مي ما تاثرش فيه كيما تاثر في الوالده تاعه ولا الاب تاعه، ولا يكون معاه واحد في الدار عنده اين مالادي كرونيك يليق الوقايه. تهاون الكثير من المواطنين وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه يعد احد الاسباب الرئيسيه لعوده انتشار الوباء، والذي تزامن مع الانفلونزا الموسميه، الامر الذي دفع بعض المرضى الى التطبيب الذاتي، ما يحذر منه الاخصائيون. وفودريك الناس ينقصوا من الاسترس تاعهم يديروا فينا ثقه، مين نقول له سي با ان كوفيد كي نو ساشارن با، خاصني بي سي ار وخاصني ان سكانر، اي سورتو سورتو لوطو ميديكاسيون. كاين الناس يلجا للصيدليات ويبران دي ميديكامون وحده من بعد ما تدخلوا فيه اون كومبليكاسيون سموها لانتوكسيكاسيون ميديكامونتوز، الوغ كو سيد باسكو خاف باسكو دار على الناس اللي ماهوش من الاختصاص بانت لهم اون غريب بور ويستان كوفيد. راهم عندنا بزاف لي معلات كل يوم يجوا عندنا عدد كبير بزاف وعندك دي كومبليكاسيون ماشي كيما لا بروميير فاج، هاد لا فاج جات بزاف فيغيلون. لا بريفونسيون، ديروا لو ماسك تاعكم في لي زيسباس كونفيني، ما تتلاقاوش، ما ديروش لي غوغوكم كيما تكونش حاجه، ما ديروش لي غوغوكم، ما كاش حاجه لا نيسيسيت تريسكو لا في تاعكم. وفي انتظار اعتماد اللقاح لمكافحه هذا الوباء، يبقى وعي المواطن والالتزام بالاجراءات الوقائيه السبيل الوحيد لتجنب الاصابه به.